السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري المباشر من الأولى، وهذا عنوانه الأبرز. جلالة الملك يؤكد في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء المضفرة أن المغرب تمكن في إطار الدفاع عن وحدته الترابية ومغربية صحرائه من ترسيخ واقع ملموس وحقيقة لا رجعة فيها، قائمة على الحق والشرعية والالتزام والمسؤولية والدعم الدولي الواسع. جلالة الملك شدد على ضرورة تحرك الأمم المتحدة لتوضيح الحقائق الشرعية والميدانية في مواجهة الأطروحات المتجاوزة، معلنا جلالته من جهة أخرى عن إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج بهدف تعزيز ارتباط هذه الفئة بالوطن الأم. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء المضفرة، خطاب أكد فيه جلالته أن المغرب تمكن في إطار الدفاع عن وحدته الترابية ومغربية صحرائه من ترسيخ واقع ملموس وحقيقة لا رجعة فيها، قائمة على الحق والشرعية والالتزام والمسؤولية، وأن الأمر يتعلق على الخصوص بتشبث أبناء الصحراء بمغربيتهم وتعلقهم مقدسات الوطن في إطار روابط البيعة القائمة عبر التاريخ بين سكان الصحراء وملوك المغرب، وأن الأمر يتعلق أيضا بالنهضة التنموية والأمن والاستقرار الذي تنعم به الصحراء المغربية، والاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي، مضيفا جلالته أن هناك مع الأسف عالم آخر منفصل عن الحقيقة ما زال يعيش على أوهام الماضي ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن. وشدد جلالة الملك على أن الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية وسيادته الوطنية. كما أعلن جلالة الملك حفظه الله عن إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج بهدف تعزيز ارتباط هذه الفئة بالوطن الأم. وفي ما يلي إعادة لخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء المضفرة. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. نخلد اليوم بباغي الاعتزاز ذكرى 49 للمسيرة الخضراء، وهي مسيرة سلمية وشعبية مكنت من استرجاع الصحراء المغربية وعززت ارتباط سكانها بالوطن الأم. ومنذ ذلك الوقت تمكن المغرب من ترسيخ واقع ملموس وحقيقة لا رجعة فيها، قائمة على الحق والشرعية والالتزام والمسؤولية، ويتجلى ذلك من خلال أولا تشبث أبنائنا في الصحراء بمغربيتهم وتعلقهم بمقدسات الوطن في إطار روابط البيعة القائمة عبر التاريخ بين سكان الصحراء وملوك المغرب. ثانيا النهضة التنموية والأمن والاستقرار الذي تنعم به الصحراء المغربية. ثالثا الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي. وبموازاة مع هذا الوضع الشرعي والطبيعي، هناك مع الأسف عالم آخر
منفصل عن الحقيقة، ما زال يعيش على أوهام الماضي ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن. فهناك من يطالب بالاستفتاء رغم تخلي الأمم المتحدة عنه واستحالة تطبيقه، وفي نفس الوقت يرفض السماح بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف ويأخذهم كرهائن في ظروف يرثى لها من الذل والإهانة والحرمان من أبسط الحقوق. وهناك من يستغل قضية الصحراء للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي. يا هؤلاء أقول نحن لا نرفض ذلك، والمغرب كما يعرف الجميع يقترح مبادرة دولية لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي في إطار الشراكة والتعاون وتحقيق التقدم المشترك لكل شعوب المنطقة. وهناك من يستغل قضية الصحراء ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة. وهناك كذلك من يريد الانحراف بالجوانب القانونية لخدمة أهداف سياسية ضيقة. لهؤلاء أيضا نقول إن الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية وسيادته الوطنية. لقد حان الوقت لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها وتوضح الفرق الكبير بين العالم الحقيقي والشرعي الذي يمثله المغرب في صحرائه وبين عالم متجمد بعيد عن الواقع وتطوراته. شعبي العزيز، إن المرحلة التي تمر منها قضية وحدتنا الترابية تتطلب استمرار تضافر جهود الجميع. ونود الإشادة هنا على وجه الخصوص بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن والمساهمة في تنميته، وتعزينا لارتباط هذه الفئة بالوطن. قررنا إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين والتجاوب مع حاجياتها الجديدة. لهذا الغرض وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي على أساس هيئتين رئيسيتين. الأولى هي مجلس الجالية المغربية بالخارج باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة يجب أن تقوم بدورها كاملا كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات وتنتعكس تمثيلية مختلف المكونات الجالية. وبهذا الخصوص ندعو إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس في أفق تنصيبه في أقرب الأجل. أما الثانية في إحداث هيئة خاصة تسمى المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، والتي ستشكل الدرع التنفيذي للسياسة الأمومية في هذا المجال. وسيتم تخويل المؤسسة الجديدة مهمة تجميع الصلاحيات المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين وتنسيق إعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها. وستقوم المؤسسة الجديدة كذلك بتدبير الآلية الوطنية لتابعة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج التي دعونا لإحداثها وجعلها في صدارة مهامها، وذلك لفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات وخبرات المغربية بالخارج ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع. وإننا ننتظر من هذه المؤسسة من خلال الانخراط القطاعات الوزارية المعنية ومختلف الفاعلين أن تعطي دفعة قوية للتأطير اللغوي والثقافي والديني لأفراد الجالية على اختلاف أجيالهم. ومن أهم التحديات التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها تبسيط ورقمنة المصادر الإدارية والقضائية التي تهم أبناءنا بالخارج، كما نحرص أيضا على فتح آفاق جديدة أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم
فمن غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة في حدود 10%. سامي العزيز، من الخصوصيات التي قدمها جيل المسيرة تحفزنا على المزيد من التابعة واليقظة، قصد تعزيز المكاسب التي حققناها في ترسيخ مغربية الصحراء ومواصلة النهضة التنموية التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية. وبنفس الروح يجب العمل على أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل مواطن في جميع الجهات، من الريف إلى الصحراء ومن الشرق إلى المحيط، مرورا بمناطق الجبال والسهول والواحات. ونختم هذه الذكرى المجيدة لاستحضار قسمها الخالد، وفاء لروح مبدئها والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواه، وأرواح كل شهداء الوطن الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل مواصلة مواكبتنا لهذه الذكرى الوطنية المجيدة التي يحتفلها بها الشعب المغربي، نتوقف عند برقية تهنئة بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى السيد دونالد ترامب بمناسبة انتخابه مجددا رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. وجاء في برقية جلالة الملك يطيب لي بمناسبة انتخابكم مجددا رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية أن أبعث إليكم بأحر تهانئي مقرونة بأصدق متمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية وفي جهودكم لخدمة الشعب الأمريكي. وأضاف جلالة الملك إن فوزكم الباهر بهذه الانتخابات لا يعد اعترافا جميلا لما تتحلون به من روح وطنية عالية وتزكية لالتزامكم الثابت بالدفاع عن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية صديقتنا وحليفتنا العريقة. وأبرز جلالة الملك أن المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية قد تمكنتا من إقامة تحالف تاريخي وشراكة استراتيجية لم تزدهما الأيام إلا رسوخا، مشيرا إلى أن ما نتقدم قسمه من قيم ومن مصالح مشتركة في مجالات واسعة مكننا من العمل سويا وبشكل دؤوب من أجل بناء مستقبل أفضل لشعبينا والنهوض بعلاقتنا وتعزيز دورها في دعم السلام والأمن والرخاء في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وخارجها. وأكد جلالة الملك في هذه البرقية وإنني لأستحضر فترة ولايتكم السابقة التي بلغت علاقتنا خلالها مستويات غير مسبوقة تميزت باعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على كامل ترابها في الصحراء. فهذا المغربي ممتنا لكم به يمثل حدثا هاما ولحظة حاسمة ويعكس بحق مدى عمق روابطنا المتميزة والعريقة، ويعد بآفاق أرحب لشراكتنا الاستراتيجية التي ما فتئ نطاقها يزداد اتساعا. ومما جاء في برقية جلالة الملك أيضا وسيرا على نهجنا الدؤوب في التصدي لمختلف التحديات الإقليمية والعالمية الشائكة، سيظل المغرب صديقا وحليفا مخلصا للولايات المتحدة. وفي هذا الصدد يسعدني أن أعرب لكم عن تطلعي إلى مواصلة العمل سويا معكم من أجل النهوض بمصالحنا المشتركة وتعزيز تحالفنا المتفرد في مختلف في مجالات التعاون.
يخلد إذن الشعب المغربي قاطبة في أجواء من الحماس الفياض والتعبئة المستمرة واليقظة الموصولة حول قضية الوحدة الترابية للمملكة بالذكرى 49 للمسيرة الخضراء المظفرة، الملحمة الساطعة في مسار الكفاح الوطني من أجل استكمال الاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية للمملكة. ويجسد هذا الحدث النوعي الذي أبدعته عبقرية جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه لتحرير الأقاليم الجنوبية من الاستعمار الإسباني أروع صور التلاحم بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي، وشكل تخليد هذه المحطة التاريخية الكبرى الحبلى بالدروس والعبر والطافحة بالمعاني والقيم مناسبة لاستحضار الأمجاد واستنهاض الهمم من أجل إعلاء صروح المغرب الحديث تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. تقرير خديجة الجمالي. الذكرى 49 للمسيرة الخضراء ملحمة ساطعة في مسار الكفاح الوطني من أجل استكمال الاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية للمملكة، محطة تاريخية ملحمية فاصلة في ذاكرة الأمة تستحضر اليوم وأبدا بكل ما يليق بها من مظاهر الفخر والاعتزاز، حدث نوعي لحظة فارقة لم يسبق لها مثيل عبر العالم، منقوشة بمداد من ذهب في الذاكرة الحية المغربية، مسيرة خضراء مظفرة أبدعتها عبقرية جلالة المغفور له الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه، انطلقت فيها جماهير المتطوعين من كل شرائح المجتمع المغربي سنة 1975 صوب الأقاليم الجنوبية للمملكة لتحريرها من براثن الاستعمار الإسباني، مجسدة أروع صور التلاحم بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية. بأسلوبها الحضاري السلمي الفريد من نوعه استوقفت المسيرة الخضراء العالم أجمع مبرهنة عن صمود المغاربة وإرادتهم الراسخة في استرجاع حق مسلوب وعزمهم على إنهاء الوجود الأجنبي والاستيطان الاستعماري. حشود غفيرة 350 ألف متطوع من جميع مناطق المغرب، 10% منهم نساء، سلاحهم المصحف الكريم والعلم الوطني وإيمان راسخ بعدالة قضيتهم وتعبئتهم التامة والشاملة من أجل استرجاع الأراضي المستلبة. جموع سارت بالنظام وانتظام صوب الأقاليم الجنوبية للمملكة في مشهد تاريخي راسخ لمسيرة شهدت استعدادا لوجستيكيا محكما في تفاصيله ومظاهره. ملحمة سلمية حطمت الحدود المصطنعة بين أبناء الوطن الواحد، وأمام الحشود الغفيرة لم تمتلك سلطات الاحتلال الإسباني إلا الرضوخ لإرادة الملك والشعب في استكمال وحدة الوطن، لينتصر حرص وتصميم المغاربة من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال على استكمال الاستقلال والوحدة الوطنية وحماية ثوابت الأمة. مسيرة انطلقت وما تزال ممتدة بالبناء والنماء بالأوراش الكبرى والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية للمملكة، والروح الوطنية التي حركت الجموع في مثل هذا اليوم سنة 1975 نفسها ما تزال موحدة صفوف المجتمع المغربي وهو يسير قدما في مسيرته التنموية، مسيرة انطلقت صوب الأقاليم الجنوبية للمملكة ولم تتوقف، تتوارثها الأجيال بفخر واعتزاز لتشكل ملحمة جوهرية في تاريخ المملكة وأمجادها.
مكاسب بارزة ركمت الدبلوماسية الملكية في تدبيرها لملف الصحراء المغربية. أزيد من 100 دولة ضمنها عضوان دائمان في مجلس الأمن تساند اليوم المبادرة المغربية لحكم الذاتي، المبادرة التي تتسم بالجدية والمصداقية والواقعية. تقرير سمير أصبان. زخم دبلوماسي بارز يبلغه ملف الصحراء المغربية بفضل رؤية ملكية حكيمة لتدبير المجال الدبلوماسي. دينامية الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي متواصلة، المقترح الذي تقدم به المغرب منذ سنة 2007 كأساس وحيد للتوصل إلى حل نهائي للنزاع المفتعل في إطار السيادة المغربية. أمام عدالة قضية الصحراء المغربية وبفضل الدبلوماسية الملكية الرائدة، دائرة المساندين للمملكة تتسع. أكثر من 100 دولة تؤيد اليوم مقترح الحكم الذاتي. من بين الداعمين لهذا المقترح الذي اعتبر جدياً واقعياً وذا مصداقية، عضوان دائمان في مجلس الأمن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، في الوقت الذي بادرت فيه أزيد من 30 دولة بافتتاح قنصلياتها العامة بكل من العيون والداخلة. سحب مجموعة من الدول لاعترافاتها بالجمهورية الوهمية. المسار الثاني تعلق باعتراف مجموعة من الدول برجاحة وواقعية وجدية مبادرة الحكم الذاتي كحل مستدام لإدارة وتدبير هذا الصراع المفتعل حول قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية. والمسار التالي تعلق بفتح مجموعة من الدول لقنصليات لها بالأقاليم الجنوبية خاصة بمدينتي العيون والداخل. انتزع المغرب بجدارة واستحقاق مواقف عدة دول حاسمة على المستوى الدولي والأممي مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك عدة دول لها صلة وثقة ووطيدة بالحقوق التاريخية للمغرب وعلى رأسها الموقف الإسباني، واليوم تنضاف إلى هذه الكوكبة وهذه الصورة الإيجابية الاستراتيجية الموقف الفرنسي الحازم. مكاسب دبلوماسية مستمرة تتحقق لصالح قضية الصحراء المغربية، وبالموازاة مع ذلك أوراش تنموية مفتوحة تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة. هذه الدينامية البارزة استحضرها التقرير السنوي الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تطورات ملف الصحراء المغربية. التقرير الأممي توقف أيضا عند المبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي كتجسيد لجهود المغرب لخدمة التنمية بالقارة الإفريقية. على مستوى الأمم المتحدة أيضا كانت هناك مكاسب كثيرة سواء داخل مجلس الأمن أو داخل الجمعية العامة الأمم المتحدة. مجلس الأمن منذ 2007 وهو يتبنى منهجا أساسيا وسنة مرجعية فيما يتعلق بجدية وأولوية الحكم الذاتي كآلية أساسية لإنهاء الصراع داخل المفتعل داخل المنطقة. إطار الأمم المتحدة دائما مجلس الأمن يتضمن الآن 15 دولة، فيها دولة واحدة معادية لوحدة التراب المغربي هي الجزائر، وأيضا مكاسب أخرى على المستوى الثنائي مع مجموعة من الدول سواء دول المؤثرة في العلاقات الدولية وعلى رأسها الموقف الفرنسي الأخير. أعتقد جازما بأن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ثم الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء يؤكدان بأن الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أصبحوا يتفهمون ومتأكدين من أن الموقف المغربي وأن مبادرة الحكم الذاتي هي المبادرة الوحيدة الكفيلة بحل هذا النزاع المفتعل. هذه الخطوة هذه هي في الحقيقة تشجيع وتحفيز لمجموعة من الأنظمة التي لا بد لها، لأن ليس لها أي خيار آخر من غير خيار اتخاذ موقف صريح، من غير خيار الإعلان عن موقفها الصريح بخصوص القضية الوطنية. لذلك نعتبر بأن هذه المواقف الإيجابية في الوقت الحالي لا بد أن يكون لها انعكاس دولي. الدعم الدولي لمغربية الصحراء حاصر خصوم الوحدة الترابية للمملكة، فيما يدق المجتمع المدني الدولي ناقوس الخطر تجاه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي ترتكبها ميليشيات البوليزاريو بمخيمات تندوف. رؤية الملكية الأطلسية خارطة طريق للتكامل الاقتصادي الإفريقي، وجه من أوجه الالتزام الملكي الفاعل لفائدة التعاون جنوب جنوب. ومن ركائز هذه الرؤية الملكية ميناء الداخل الأطلسي
والمبادرة الأطلسية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. تقرير فرح سعف. مستشرفة المستقبل من أجل خلق فضاء مشترك للتنمية ومتطلعة إلى تحقيق تكامل اقتصادي على المستوى الإفريقي، تقدم الرؤية الملكية الأطلسية وصفة متكاملة الأركان لجعل إفريقيا فضاء جيوستراتيجيا لا غنى عنه. ومن أحد هذه الأركان ميناء الدخل الأطلسي الذي يراهن المغرب على جعله حلقة الوصل مع إفريقيا والعالم. هذا الميناء بل هو مركب مينائي والمنصة اللوجستية المحادية له سيلعب دورا هاما فيما يخص توطين الشركات وفيما يخص تحفيز الاستثمارات وتحفيز الاستثمارات خاصة بالنسبة للقطاعات الإنتاجية، سواء تعلق الأمر بالنسبة للقطاعات الإنتاجية بأقاليمنا الجنوبية أو القطاعات الإنتاجية بالنسبة للدول الإفريقية، أخص بالذكر دول الساحل التي لا تحظى بواجهة بحرية والتي عبر هذا ميناء الدخل الأطلسي والمنصة اللوجستية سنقوم بتنويع التدفقات التجارية ما بين الدول الإفريقية والعالم عبر ميناء الدخل الأطلسي. الدينامية الاقتصادية التي تهدف الرؤية الملكية الأطلسية إلى تشجيعها بالواجهة الأطلسية عززها إطلاق جلالة الملك محمد السادس للمبادرة الأطلسية بهدف تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. خطاب جلالة الملك الذي ألقاه في نوفمبر سنة 2023 هو خطاب قوي، وهو بمثابة خارطة طريق وميثاق سياسي لمشروع اقتصادي كبير لكل دول المنطقة. رؤية الملك محمد السادس هي من وجهة نظري رؤية تحمل قدرة كبيرة على البناء ولعب دور محوري في التطور وفي نفس الوقت تغيير الواقع الذي تعيشه هذه الدول. المبادرة المغربية لتسهيل ولوج بلدان الساحل للواجهة الأطلسية مرحب بها من قبل الجميع، ونشجع السلطات المغربية على المضي قدما في هذا المشروع، لأن بعض بلدان المنطقة تعيش على وقع الأزمة وتشهد بعضها عنفا كبيرا، ونعرف أن المغرب يملك الإمكانيات لتحقيق هذا المشروع. الرؤية الملكية الأطلسية ليست إذن إلا امتدادا لالتزام المملكة الفاعل لفائدة تعاون جنوب جنوب قوي ومتضامن، التزام يستجيب لانتظارات وتطلعات الشعوب الإفريقية في التقدم والاستقرار والرخاء. وضمن التطورات الأخيرة لملف الصحراء المغربية، تبني مجلس الأمن قراره الذي يمدد ولاية المينورسو لمدة سنة. القرار 2756 يحافظ على المكتسبات التي راكمتها المملكة في هذا الملف ويكرس سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس جاد وذي مصداقية لطي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. تقرير سمير أصبان وحنان شمراح. مجلس الأمن الدولي يواصل دعم ثوابت الموقف المغربي حول قضية الصحراء المغربية، انتكاسة جديدة يتلقاها خصوم الوحدة الترابية هذه المرة عبر قرار مجلس الأمن الذي كرس مشروعية مقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب. قرار مجلس الأمن الذي مدد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام كامل اعتبر أن الحل السياسي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل لا يمكن إلا أن يكون واقعيا براغماتيا دائما وقائما على التوافق، وهي السمات التي تميز المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تحظى بدعم دولي واسع. La résolution consacre pour la 17e année consécutive la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie la qualifiant d'effort sérieux et crédible. قرار مجلس الأمن يعطي للمرة 17 الأفضلية لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترح المغرب كحل جاد وذي مصداقية وكقاعدة أوحد للتفاوض حول حل سياسي تحت السيادة الترابية للمملكة.
عملية التصويت على القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي لم تشارك فيها الجزائر التي حملها القرار الأممي المسؤولية في هذا النزاع الإقليمي المفتعل، واعتبرها أحد أطراف النزاع، بل ذكر اسم البلد الجار 5 مرات في هذا القرار الذي دعا إلى وقف إطلاق النار والالتزام بالعملية السياسية. هذه الدعوة وجهت بالخصوص إلى الجزائر التي ذكر اسمها 5 مرات باعتبارها طرفا أساسي وأبانت عن معارضتها للمسلسل السياسي، وخاصة رفضها منذ 3 سنوات الماضية المشاركة في الموائد المستديرة. المغرب الذي رحب بقرار هذه الهيئة الأممية أثنيت على جهوده لحماية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية والدور المحوري الذي تلعبه المملكة لحفظ الأمن والاستقرار في منطقة شمال إفريقيا والساحل. وإذا كانت المملكة تعتبر الحوار السلمي تحت مظلة الأمم المتحدة أحد ثوابت موقفها، جاء القرار الأخير لمجلس الأمن ليتبنى بدوره هذا الموقف ويعتبر أن الموائد المستديرة تمثل الإطار الوحيد للتوصل لحل لهذا النزاع المفتعل. أكذا جاء قرار مجلس الأمن ليثمن الجهود السلمية للمملكة ويبدد أوهام ومناورات الخصوم. ويوما بعد آخر يتكشف زيف ادعاءات الكيان الوهمي وما يدور في فلكه. حقوق تنتهك، قمع وتضييق ومساعدات تنهب، وتوظيف مقيت للأطفال والنساء. تقابلها دينامية تنموية وتشييد ونماء تعيشه أقاليمنا الجنوبية. حقائق كشفت مجددا أمام اللجنة 4 لجمعية العامة الأمم المتحدة بنيويورك. عبد الله شجر ومحمد سونينا. دعيت نانسي هاف ممثلة المنظمة الدولية لتعليم الأطفال لإلقاء كلمتها أمام اللجنة 4، فكشفت بالدليل بعد زيارات لها لمخيمات تندوف حجم الانتهاكات، وعاينت بنفسها سرقة المساعدات الإنسانية من طرف الميليشيات الانفصالية. بعد زيارة سابقة لي لتندوف أرسلت ما بين 30 و40 حاوية محملة بالمساعدات الإنسانية إلى المخيمات هناك، وراسلت أعضاء من الكونغرس بهذا الخصوص، ولم يستغرق الأمر طويلا حتى اكتشفت أن المساعدات التي كنت أرسلها لم تكن تصل السكان، بل كانت جبهة البوليزاريو تحولها للبيع في السوق السوداء حيث تنشط المجموعات الإرهابية. نانسي وآخرون عددوا أمام اللجنة 4 واقعا مأساويا ووضعا لا إنسانيا يعيش تحت وطأته المحتجزون في مخيمات تندوف على أرض الجزائر. اليوم تحدثت عن الأوضاع المؤلمة للأطفال بمخيمات تندوف، حيث يتم تجنيد الطفولة في خرق سافر لحقوق الطفل والقانون الدولي، وأناشد المجتمع الدولي لمنع هذه الانتهاكات وحماية الأطفال من الاستغلال. المرأة في مخيمات تندوف كما نعلم موجودة تحت حركة انفصالية تمارس عليها العديد من التعذيب، الحرمان، الانتقاص من قيمتها، من وضعها كامرأة كإنسانة، هي مجردة من جميع حقوقها. على لسان العائدين إلى أرض الوطن حكايات مريرة في غياهب المخيمات تروى أمام الأمم المتحدة، ومسؤوليات جسيمة على عاتق الهياكل الأممية والمنظمات الحقوقية في ظل هكذا مآسي وآلام بمخيمات الدل والاحتجاز. أحطنا اللجنة الموقرة بالأعمال التي تقوم بها الجزائر فيما يخص تغيير ساكنة مخيمات تندوف بإقحامها لساكنة من دول الجوار. الوضع بالمخيمات يطرح أكثر من سؤال، وأوهام وأكاذيب الكيان الوهمي ومن يموله ويسلحه تسقط أمام قوة المنطق والحقيقة والواقع. يبقى السؤال دائما مطروح، ولا للنظام الدولي
هل حدثت الجزائر يوم المنتظم الدولي عن ما يقع في هذه المخيمات، عن عدد ساكنة المخيمات، عن مسار مساعدة الإنسانية الموجهة لهذه المخيمات؟ هذه هي حقيقة الأمر بالنسبة لجميع المقاربة وبالنسبة لنا نحن كساكنة الأقاليم الجنوبية. المشكل تم حسمه منذ 75-900 وألف، إلا أن الطرف الآخر بقى حبيس الدقمائية السياسية والأوهام. مرة أخرى نقول كأبناء الأقاليم الجنوبية ومن هذا المجلس، الصحراء كانت وستبقى وإلى الأبد جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية. أحب من أحب وكرمهم كريم. بقيادة جلالة الملك حفظه الله، المغرب يسير بالسرعة القصوى في تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة. تنمية، تطور وتحديث للاقتصاد والبنى التحتية، واهتمام بالرأسمال البشري. النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة، مشروع ميناء الداخل الأطلسي، الطريق السريع تزنيت الداخلة، مشاريع أنجزت وأخرى قيد الإنجاز، لها الصدى الأكبر هنا بنيويورك أمام أشغال اللجنة الرابعة. كما رافع ودافع عن ذلك المغرب في أروقة الأمم المتحدة منذ عقود، يقتنع المنتظم الدولي بموقف المملكة وعدالة قضيتها، وتتعالى الأصوات من على منبر الأمم المتحدة لإنهاء هذا النزاع الإقليمي على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وتعزيز جاذبية الأقاليم الجنوبية يمر عبر تطوير وتحديث البنية الطرقية. رهان أجاب عنه التنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية من خلال مشروع رائد، الطريق السريع تزنيت الداخل بات اليوم واقعا تعيش ساكنة المناطق الجنوبية للمملكة، ويتجاوز وقعه حدود الوطن ليبلغ العمق الإفريقي، والإنجاز بلغ مراحله الأخيرة. محمد الوهيبي وعبد العلي أياد. الطريق السريع تزنيت الداخلة ورش ملكي ضخم تتجاوز تكلفته الإجمالية 9 ملايين درهم. مشروع ملكي يعد من بين أهم المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية، بعده اقتصادي اجتماعي، وقعه مباشر على الساكنة التي تفوق 2.2 مليون موزعة على 10 أقاليم. مشروع طموح وكبير ومهيكل، كيتكون من 3 محاور أساسية، هي المحور ديال العيون الداخلية اللي انتهت بلا شغل منذ مدة، والمحور ديال قلميم العيون الذي يبلغ طوله 300 و 436 كيلومتر وبتكلفة تناهز 5 مليار درهم، انتهت كذلك به الأشغال نهائيا يعني بضعة أشهر، وفيه معظم المنشآت الفنية الكبرى، لأن المشروع فيه كذلك زيادة على طوله الذي يبلغ 1055 كيلومتر، في 16 منشآت قنطرة كبرى. والمقطع الثالث هو مقطع تيزن تقلميم الذي يبلغ طوله 114 كيلومتر. مشروع الطريق السريع تيزنيت الداخل يستجيب لجميع المواصفات الدولية، تجعل منه محورا قاريا سيجسر المبادلات التجارية بين إفريقيا وأوروبا. الورش الملكي قلص مدة التنقل وجنب الانقطاعات وسهل مسار وحركة نقل المنتجات من مرافق التصنيع والنقط المستهدفة، مع ربط أهم المراكز الوطنية والدولية للإنتاج والتوزيع بين شمال المملكة وجنوبها، وهو صلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي وأوروبا. الحمد لله الطريق مزيانة من أكادير الداخلة مزيانة، ومن كنفوتو الداخلة كاع مزيانة، يعني أنا كامرة كنسوق يعني بالليل وكنسوق نهار، يعني الطريق مأمنة. يعني صدفة أنتم دابا تلاقيتوا معايا، الطريق راه مزيانة وأنتم راه كتعيشوا معايا هاد الأجواء هادي، واخا بالليل الحمد لله مزيانة، ما عندنا ما نخافوا. الحمد لله من الأخر كنهبطوا لإفريقيا بحال غادي نطالعين أوروبا ولا كشي بحال بالمثل. نمشيو للمرشاحين الحمد لله بالارياحيه، ناحيه بحال السراحه حتى هما كيقوموا واحد الدور، حتى هما كيعاونوا السائق من ناحيه الاستحمام والراحه والحراسه. الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والداخله، ورش ملكي لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله وايده، بني بمعايير دوليه وبدرجه عاليه
من السلامة سهلت علينا مأمورية أسطول الشاحنات وكل مستعملي الطريق بحكم تعاملنا مع الشركاء خارج الوطن نمر عبر 44 دولة أوروبية وأفريقية لشاحنتنا قلصت علينا الطريق مدة التنقل ومعها كلفة السفر طريق سهلت حركة نقل منتوجات الفلاحية والصناعية والسمكية من مرافق التصنيع والتصدير والنقاط المستهدفة إلى شركات والمستودعات سواء من إفريقيا إلى أوروبا أو أوروبا إلى إفريقيا عبر المغرب. بفضل الرؤية المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى جعل الأقاليم الجنوبية قطبا اقتصاديا أضحت الطريق السريع محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ساهمت في تحسين مقومات مناخ الأعمال وترسيخ دور الأقاليم الجنوبية للمملكة كبوابة واعدة للاستثمارات في إفريقيا. مشروع ملكي آخر خرج إلى حيز الوجود بمدينة العيون ويهم تكوين الشباب وتدريبهم في العديد من التخصصات هي مدينة المهني والكفاءات التي تراعي في التدريب متطلبات سوق الشغل وتتوفر هذه المؤسسة على تجهيزات تتفرد بها في عالم التدريب والتكوين. حفيظ الهواري وأمين شرقاوي. هذه مدينة المهن والكفاءات بجهة العيون الساقية الحمراء هي مشروع ملكي وضع ببعد نظر ويستهدف فئة الشباب. كلف هذا المشروع غلافا ماليا يفوق 300 مليون درهم على مساحة 6 هكتارات وبسعة 2000 مقعد بدأوش. وتضم المدينة مجموعة من التخصصات والشعب. مؤسسة من الجيل الجديد يعني سوف توفر مجموعة من القطاعات وأقطاب الجديدة التي تتماشى والقطاعات السوسيو اقتصادية بالجهة مثل قطب الصحة بوجود يعني وحدة للعلاج البيداغوجية قطب الصناعة التقليدية قطب النقل واللوجستيك مع وجود حلبات للسياقة ووحدة للمحاكاة هناك أيضا قطب الصيد البحري الذي يوفر سلسلة لتثمين منتجات الصيد البحري هناك أيضا قطب الصناعة الخدمات والتجارة وأيضا قطب الديجيتال والأوفشورين الذي يعنى بمهن المستقبل. توفر مدينة المهن والكفاءات بالعيون 2000 مقعد بيداغوجي بيئة ملائمة للتعلم تكوينات حديثة متنوعة جديدة مقسمة على 6 أقطاب بالإضافة إلى فضاءات بيداغوجية مركز للتوجيه مركز اللغات مكتبة وسائطية فضاء للمقاولات والمشاريع. وتمكن مدينة المهن والكفاءات المتدربين من صقل مواهبهم الشخصية وتوجههم نحو خلق مقاولاتهم الخاصة وتنزيل مشاريعهم الذاتية إضافة إلى تلبية حاجيات سوق الشغل من اليد العاملة المؤهلة. مؤسسة من الجيل الجديد على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء والتي ستمكن بالأساس من مواكبة حاجيات المهنيين في مختلف القطاعات وتوفير كفاءات يمكن أن تنهض بمختلف الأوراش التي تهم يعني المشروع النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية. يشرف على تكوين المتدربين نخبة من الأساتذة والمهندسين الذين يزاوجون ما بين التكوين النظري والتلقين التطبيقي المأخوذ عن واقع سوق الشغل. يتوفر قطب النقل واللوجستيك بمدن المهن والكفاءات بمدينة العيون على مجموعة من الفضاءات البيداغوجية والتي تم وضعها بطريقة عملية وذلك لتقريب المتدرب من البيئة الحقيقية للعمل حيث يتوفر هذا القطب على مجموعة من الفضاءات من بينها سال سيميلاتور بلاتفورم لوجستيك
نعمل مع المتدربين داخل هذه الفضاءات على مجموعة من الوضعيات التي تم انتقاؤها من الواقع المهني، مما يسهل على المتدرب اكتساب المهارات المهنية اللازمة لولوج سوق الشغل. بالنسبة للقطب عندنا كيهتم بمجال الرقمنة، كيف ما تعرفوا أن هذا المجال هذا هو متطلب جدا في سوق الشغل. يعني شنو تنوفروا للاستاجر ديالنا وبين المتدربين ديالنا هنا في هذا القطب؟ بالنسبة للشعبة ديالنا اللي هي البنية التحتية الرقمية وبين انفراستركتور ديجيتال، تقراو كيفاش يديروا الإدارة ديال الأنظمة، كذلك تقراو لا سيكوريتي خصوصا la détection d'intrusion ou l'EDS, EPS ou la configuration des pare-feux. كذلك عندهم الكلاود كومبيوتين اللي هي واحد المجال اللي هو تقنيات داخل في التقنيات الجديدة ومن متطلبات سوق الشغل. مدينة المهن والكفاءات بمدينة العيون لها أيضا بعد إفريقي، حيث تستقبل المتدربين من عدة دول إفريقية إلى جانب زملائهم من الأقاليم الجنوبية للمملكة. نرى أن التكوين هنا من مستوى عال، هناك تنوع كبير ولدينا اختيارات عديدة، وقد اخترت التسيير. لست وحدي، هناك زملاء معي من دول أخرى، ويفتح لنا التكوين هنا آفاقاً واسعة، إذ يمكننا أن نتابع دراستنا في أوروبا أو آسيا أو حيث شئنا. ما كان نقرأ الله من الجانب النظري، كان مارسو ذاك الشيء اللي نمشي نعدله في ستاج والله اللي نخدموه من هون القدام نجبروا عندنا هون في البراسيك سابق ما مرقنا برا، ويفتح لنا مجموعة من الآفاق وفرص الشغل اللي هون في مدينتنا. يعني ما نحتاجوا عنا نسافروا برا والله نمرقوا برا باش نلودوا منين نخدموا، نقدوا نخدموا حدا أهلنا. تواكب مدينة المهن والكفاءات المسيرة التنموية للأقاليم الجنوبية وتستجيب لحاجيات سوق الشغل من خلال تكوين يد عاملة مؤهلة وقادرة على إنشاء مقاولاتها الذاتية. وعلى الصعيد الإعلامي، احتفت أسرة قناة العيون الجهوية ومن خلالها الشركة الوطنية لإذاعة والتلفزة بالذكرى 20 لتأسيسها تزامنا مع احتفالات الشعب المغربي بذكرى انطلاق المسيرة الخضراء. 20 سنة من الترافع الإعلامي عن القضية الوطنية وصون التراث الحسني. كوثر أبو تير. قناة العيون تطفئ شمعتها 20، مناسبة تزامنت وذكرى المسيرة الخضراء، قبلة إعلامية رأت النور بفضل الرؤية السديدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. القناة رددت صدى صوت 10 أقاليم جنوبية: سيدي إفني، قلميم، السمارة، طنطان، العيون، بجدور، الدخلة، السرد، الززاق، وطرفايا. ذكرى 49 مسيرة الخضراء، وهي ذكرى عزيزة على كل مغاربة، لأنها تذكرنا ملحمة النصر واستكمال الوحدة الترابية من مكة الشريفة. هذه الملحمة اقترن الاحتفال بها بتأسيس قناة العيون، والتي تستكمل اليوم 20 عاما من العمل والعطاء المستمر في سبيل الدفاع عن القضية الوطنية وإبراز التنمية المستدامة بالأقاليم الجنوبية طبعا، والمساهمة في التعريف بالموروث الثقافي الحساني اللي يميز هذه المنطقة. دون ملل ودون كلل، مزدات الحمد لله أطقم القناة سواء الإداري منها والصحفي والتقني، يقدم كل ما لديه من أجل جعل هذا الورش الملكي والمتمثل طبعا في قناة العيون بجهة الصحراء المغربية 3 ورشا متميزا يرقى دائما إلى مستوى الحدث الذي ارتبط به، وهو حدث المسيرة الخضراء المظفرة. هذه لحظة تاريخية، الاحتفال بالذكرى 20 لتأسيس قناة العيون، 20 سنة من ترافع الدفاع على القضية الوطنية، 20 سنة من صيانة وتسويق التراث الحساني، 20 سنة من إبراز المجهودات اللي قامت بها الدولة في الجهات الجنوبية 3، الشركة الأم، الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، التي لم تبخل علينا يوما لننجح في أداء رسالتنا في أحسن الظروف.
من مركز القناة الرئيسي بمدينة العيون تبث نشراتها الإخبارية، وبتضافر جهود مكاتبها الثلاثة الجهوية توثق لروح الانتماء لمملكتنا الشريفة عبر برامجها المتنوعة. قناة العيون منذ ولادتها وهي تحمل مشعل إعلام القرب، إعلام جهوي، والإعلام الذي يخدم القضايا الوطنية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية. طبعا كانت هناك مجموعة تقارير، مجموعة البرتجات، مجموعة برامج حية من داخل المغرب ومن خارجه، واكبت وبينت حقيقة، بينت حقيقة التنمية بالأقاليم الجنوبية، بينت حقيقة الطرح المغربي، بينت حقيقة وحدة الترابية. القناة التي تبث برامجها على أقمار النايل سات والبث الأرضي الرقمي وعلى تطبيق إسنخت لايف الذكي تتصدى للدعاية المتزايدة والبهتان الذي يطلقه خصوم وحدتنا الترابية. هنا كانت عندنا رسالة إعلامية مفادها بأنه يجب أن نقول للعالم بأن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، وبأننا كإعلاميين واعين بهذه المسؤولية وعملنا على أدائها، نظن أننا عملنا على أدائها بأحسن أحوال. قناة العيون الجهوية تستجيب لانتظارات حوالي 5 ملايين مشاهد ناطق بالحسانية داخل أقاليمنا الجنوبية وخارجها، شبكة برامجية مضبوطة المواعيد تتفاعل مع الأحداث الكبرى، ناهيك عن مواكبتها لشتى المشاريع التي يشملها النموذج التنموي الجديد. كانت القناة حاضرة في الميدان مواكبة لمختلف التظاهرات والأحداث التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، ابتداء من بوزكار شمالا إلى حدود القرقرات جنوبا، وأيضا مجموعة من التظاهرات التي تشهدها مجموعة من الأقاليم عبر تراب المملكة. التنافسية، القرب، المواطنة والتعددية، خيارات رهنت عليها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من خلال قناة العيون الجهوية، وأثبتت سنة بعد سنة بأنها جديرة بالتأكيد على اتحاد أمتنا من أقصى الشمال إلى الجنوب تحت راية واحدة. خلدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذكرى 49 للمسيرة الخضراء المضفرة بتنظيم مهرجان خطابي بالفضاء الوطني للذاكرة التاريخية بالرباط، استحضرت من خلاله ملحمة تاريخية مليئة بالعبر والقيم النبيلة. نوال القراري، عمر أيت عيسى ونورتي الوباني. حدث نوعي أجمع المراقبون على كونه تاريخية. المسيرة الخضراء هي اليوم مصدر فخر واعتزاز ومصدر احتفاء واستحضار للذاكرة التاريخية. حدث جيلي ونوعي، حدث يعني لكي يحللوه المراقبون السياسيون والمحللون بأنه معجزة القرن، ولذلك وجب علينا الأشهد الوقفة التاريخية نحيوها بما يليق بها، وجب علينا باش نستمر دائما في إحياء الذكريات الوطنية لأنها جزء من تاريخنا وجزء من تراثنا الوطني، وجب علينا أن نحافظ عليه. والجيل المقاومة ورواد الحركة الوطنية ومتطوع المسيرة الخضراء ذكريات خالدة مع مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة، مسار توج بمسيرة سلمية أبدعها جلالة المغفور لها الحسن الثاني طيب الله ثراه. الصحراء ديالنا ما يمكنش لينا زعنا شي حد فيها، حنا كبحنا عليها بالسلاح في 58 وشاركنا السلميين في المسيرة الخضراء، إذا رحنا في بلادنا والصحراء في المغرب والمغرب في الصحراء. هذا اليوم السعيد ذكرى المسيرة الخضراء المضفرة التي قام بها جلالة المغفور له الحسن الثاني رحمه الله، وقل اعملوا فسهر الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إن الصحراء صحراؤنا، كافحنا من أجلها، لا نتخلى عنها مهما كان الأمر. ويأتي تخليد الذكرى 49 للمسيرة الخضراء ضمن زخم مليء بالإنجازات على المستويين الوطني والدولي.
جاء في وقت أيضا المغرب نهج فيه سياسة أطلسية ويربطنا الجوار الأطلسي مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذه السياسة الأطلسية التي أعلنت الملك خلال المسيرة الخضراء السنة الماضية، يعني 23 دولة مواطنة المحيط الأطلسي، هذا سيحول وجهة استثمارات ميناء الداخل المتوسط أكبر ميناء في إفريقيا، يعني طرق، مشاريع، موانئ، سياسة مينائية جديدة كافة المستويات. هذه هي المسيرات التي تحدث عنها جلالة الملك. مشروع الحكم الذاتي ضمن مسارات الأمم المتحدة منذ طرح المسألة لأول مرة أمام أنظار الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن اللجنة الرابعة بمقترح مغربي إلى غاية الآن، وبإنهاء هذا النزاع بمقترح مغربي أيضا من خلال اقتراحه لمشروع الحكم الذاتي باعتباره الحل الواقعي والسياسي الأمثل. وتتواصل نفائس المسيرة الخضراء مستمرة عبر الأجيال، سنة محمودة وتقليد موصول للوفاء والعرفان برجالات الوطن الأبرار، وتستمر اليقظة والتعبئة في ترسيخ الروح الوطنية والمواطنة الإيجابية لمواجهة التحديات وكسب رهانات الحاضر والمستقبل. وبمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء المضفرة تم بالحسيمة افتتاح معرض لصور تاريخية تخلد أمجاد حدث وطني بارز يعتبر محطة مفصلية في ترسيخ الوحدة الترابية للمملكة. معرض رافقه عرض شريط وثائقي وفقرات فنية أخرى. خديجة الجمالي، وسيم أم سعود، وحسن المساوي. صور وأشرطة وثائقية تاريخية تحتفي بأهم محطات المسيرة الخضراء المضفرة. مدينة الحسيمة تتوقف عند هذا الحدث التاريخي الوطني البارز باستحضار أمجاده وبطولاته وامتداده إلى يومنا هذا عبر مظاهر التنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة. هذا السنة فضلنا بأن نقوم بمعرض رقمي يمكن كما لاحظتم قبل قليل على هذه الشاشات، وبإضافة إلى تنشيط هذا الاحتفاء مع فنانين يشاركوننا في فرحتنا. المناسبة هي فرصة سانحة للتواصل مع ساكنة مدينة الحسيمة، مع شبابها، مع صغارها، كبارها، نسائها، رجالها، كي يتعرفوا على أبرز هذه المحطات ويتعرفوا عن قرب عن أهم المنجزات التي يعني ينخرط فيها المسار التنموي الذي يقوده صاحب الجلالة محمد السادس نصر الله في أقاليمنا الجنوبية. حدث تميز بعرض شريط وثائقي يبرز مختلف مراحل تنظيم المسيرة الخضراء وتفاصيلها التاريخية باعتبارها حدثا محوريا في مسار بناء الوطن ووحدته، حدث كان وما يزال محط فخر واعتزاز المغاربة قاطبة. برباط خلدت الجمعية المغربية لخريجي الجامعات والمعاهد السوفيتية سابقا الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، وذلك من خلال ندوة تحت عنوان الصحراء المغربية قضية وجود وليست مسألة حدود. عبد المجيد حلاوي. هي قضية وجود وليست قضية حدود، قضية الصحراء المغربية. وخريج الجامعات السوفيتية سابقا أبوا إلا أن يخلدوا حدث المسيرة الخضراء المضفرة، معلنين عن تعبئتهم وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله واستعدادهم للمساهمة في الدفاع عن هذه القضية المصيرية بالنسبة لبلادنا. بغينا باش الخريجين ديالنا يكونوا لعبوا دور كبير في الترويج لهذه القضايا ويدخلوا ويدافعوا على البلاد في المواقع ديال التواصل الاجتماعي. حنا كنقولوا خصنا نلعبوا واحد الدور ديالنا على الاقل فيما يخص الخريجين ديال الاتحاد السوفيتي في جميع في الدول الإفريقية والدول الآسيوية والأوروبية اللي احنا كنا نتعاملوا معهم في عدة محافل. يمكن أن نقول بأن اليوم في علم مثل ما ورد في الخطاب الملكي الأخير أمام البرلمان بأن المغرب انتقل من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير. اليوم المغرب على المستوى المحلي، المغرب حسم الأمر منذ الثمانينيات عسكريا منذ الانتهاء من الجدار السادس سنة 1987، سياسيا
منذ اقتراح المقترح الحكم الذاتي الذي أزال الغطاء عن كل الأطروحات الانفصالية وأطروحات أعداء المغرب الذين يحتضنون هذا المشروع الانفصالي. اليوم بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2020 كان لهذا الاعتراف التاريخي أثر على بقية الدول الكبرى. حدث المسيرة الخضراء المضفرة ملحمة وطنية كبرى أبرزت كيف أن التحام العرش بالشعب كان حاسما في استرجاع المغرب لحقوقه التاريخية المشروعة، وكيف أن المغاربة جميعهم مؤمنون بعدالة قضيتهم الوطنية الأولى، وهو إيمان لا تزيده السنون والأعوام إلا رسوخا وثباتا. للفن قدرة خاصة على التعبير عن الهوية والانتماء. في مناسبة ذكرى المسيرة الخضراء نستحضر أهم الأغاني التي تكتسي بعدا خاصا وتعيد إلى الأذهان قوة الوحدة الوطنية وشجاعة آلاف المغاربة الذين لبوا نداء الوطن في لحظة تاريخية حاسمة. كوثر بوتير، ياسين مرافق، وعمر عتيسة. من شجن الكمان على أراضي مغربية سلبت ظلما إلى مقام النهاوند الرقيق الشاهد على أصحاب أرض انخرطوا قلبا وخلدا لاسترجاعها بسلمية وسلام. مقام هجر فيه الملحن عبد الله العصام التعبئة العسكرية وأطلق العنان للآلات النفخية المدعومة بإيقاع الكمان. الأغنية الوطنية للمسيرة الخضراء كان الملحن ديالها هو صاحب الجلالة رحمه الله الملك الحسن الثاني. ملي سمعت سيدنا الله يجد عليه الرحمة يقول ستكون المسيرة، مشيت لعند سيف الله المغاري رحمه الله سكنه فاش حاج النتي الشاعر الأكبر، مهما نشوف الكلام إلا تجي المقام النغام لتيوته، هذاك النغام تسمى مقام سلطانياكا. بين الكورال الرجالي والنسائي ترددت التكبيرة منصفة. المرأة المغربية لبت نداء الحسن في الفن كما في المسيرة. يستمر حوار الحماس بين الفلوت والساكسفون والكلارينيت والترومبيت والكمانجات لعشرة دقائق، دقائق ستهمس بها الذاكرة إلى الأبد. العيون عينية للفرقة الشهيرة جيل جلالة تزامنت ونداء الحسن، أغنية عكف أعضاء الفرقة على كتابتها وتلحينها في غضون 7 ساعات بين خيوط الغسق وأنفاس الصباح المبكر. أعضاء جيل جلالة لم يتوانوا أيضا في الغناء تحية لجنود الصحراء. قبل 9 سنوات جمعت كوكب الأغنية المغربية حياة الإدريسي ثلة من النجوم المغاربة لأداء أغنية احنا مالها. كتاب
أغنية كتبت كلماتها ولحنتها حياة، كلمات تتماوج وشجاعة الأنفس وتستذكر الارتباط بتراب هذا الوطن. الله أكبر. كلماتها كنت خدامة في البيسي ونقص الصوت ديال التلفزيون. الوقت اللي كان هز راسي كان شوف 350 ألف ديال المغاربة في المسيرة الخضراء حاملين كتاب الله. هي صورة، كان واحد برنامج على المسيرة وانا ناخذ ورقة وسيلو بديت كنكتب كتاب الله. دخلناها وصلات على الرسول، رجالها تهلل وتقول الله أكبر الله أكبر. كنت متعمدة في اللحن باش نحط هذا الله أكبر باستشارة من أستاذي عبد الله عصامي اللي هو صاحب الجملة اللحنية. خلال 49 عاما أبدع فنان المغرب أناشيد وأغاني تتغنى بظفر المسيرة الخضراء. شباب لم تسنح لهم الفرصة بحضور الحدث العظيم نقل اعتزازهم به بتوزيعات جديدة كحال المغني الشاب الدوزي. قبل أسابيع معدودة أصدر الفنان عبد العالي الغاوي أغنيته وطني أغلى وطن بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء. أنشودة تكرر مشاعر الوفاء والإخلاص والاعتزاز بأرض موحدة بقائدها وشعبها. نقولها بقلبي ولساني وطني يا أغلى وطن. أغنية تتغنى بالمغرب، تتغنى بالأمجاد المغرب، تتغنى بالصحراء المغربية. نخديت على العتق ديالي بأنه كل سنة يعني أتغنى بالمسيرة الخضراء بحب الوطن. لآلئ مضيئة في عقد التراث الفني الوطني المغربي عزفت أنغامها على أوتار الروح الوطنية، روح غرسها جلالة المغفور له الحسن الثاني عام 75-900 الأغنية المغربية لعبت دورا كبيرا بهذه المناسبة، مناسبة يعني الحدث التاريخي المسيرة الخضراء، لعبت دورا مهما في إدكاء حماس المواطنين وفي التوثيق لهذا الحدث المغربي. هي أول أغنية هي نداء الحسن. بعد هذه الأغنية ظهرت مجموعة من الأغاني المغربية الحماسية واللي كان عندها واحد الواقع كبير جدا، وكتوصل هذه الأغاني إلى 16 أغنية. ألحان ولدت خلال رحلة أمل أعادت للوطن صحراءه الأثيرة بأسلوب سلمي، وزرعت فينا نحن أبناء هذا الوطن شعور الانتماء والالتفاف حول الوحدة الوطنية لمملكتنا الشريفة. الآن الحوالي الجوية في تقرير سلاف سري. مساء الخير مشاهدينا وأهلا بكم إلى النشرة الجوية. من المتوقع بحول الله أن تكون الأجواء نسبيا حارة بالسهول الشمالية وكذلك الوسطى بداخل منطقة سوس وكذلك بداخل الأقاليم الجنوبية. هذا ويتوقع انتشار سحب منخفضة كثيفة مع نزول قطرات مطرية جد خفيفة على طول الواجهة المتوسطية وأخرى منخفضة مع ضباب بالأقاليم الجنوبية وكذلك بشمال المنطقة الشرقية، فيما ستهب رياح نسبيا قوية منطقة طنجة معرفة بعد الزوابع الرملية بداخل الأقاليم الجنوبية. درجات الحرارة ستتراوح مقاييسها بحول الله ما بين 25 درجة بفيكيك وكذلك بوجدة 24 درجة بالحسيمة بالرباط والدار البيضاء، 23 درجة بطنجة، 30 درجة بمراكش وبأكادير و37 درجة بالكويرة. وعن حالة البحر سيكون بالواجهة المتوسطية، سيكون قليل الهيجان بسواحل البغاة، سيكون قليل الهيجان إلى عائش وبسواحل الأطلسية. بجنوب مدينة العرائش من المتوقع أن يكون البحر قليل الهيجان ما بين الطرفية والعيون، سيكون هادئ إلى قليل الهيجان، وبباقي السواحل سيكون قليل الهيجان إلى عائش بعلو سيصل إلى مترين. شكرا على طيب المتابعة مشاهدينا وعودة إلى بلاتو الأخبار. نصل إلى ختام النشرة وهذا تذكير بعنوانها الأبرز.
جلالة الملك يؤكد في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء المظفرة أن المغرب تمكن في إطار الدفاع عن وحدة ترابية ومغربية صحرائه من ترسيخ واقع ملموس وحقيقة لا رجعة فيها قائمة على الحق والشرعية والالتزام والمسؤولية والدعم الدولي الواسع. جلالته شدد على ضرورة تحرك الأمم المتحدة لتوضيح الحقائق الشرعية والميدانية في مواجهة الأطروحات المتجاوزة، معلنا جلالته من جهة أخرى عن إحداث تحول جديد في مجال تدبير الشؤون الجارية المغربية بالخارج بهدف تعزيز ارتباط هذه الفئة بالوطن الأم. شكرا على وفائكم وإلى اللقاء بحول الله.